ما غير الاظافر يقولون بهاك ايه؟ هلبه هلبه يلا برا 200 ريال 300 ريال كل شيء للادب كل شيء للادب لازم يحضر الادب يا طيب اسمع انا بقول لكم حاجه لا طبعا الرجال ذا من ضمن الناس اللي راحوا الخارج وكذا صح ولا لا؟ انا عندي صديقي رجل الاعمال راشد بن رمثان هذا الرجل في السنه يمكن 7 شهور في اوروبا طبعا عنده بيت السلام ورحمه الله رجل دلس 9 سنوات ان شاء الله جزاك الله خير لا رجل عاشق لذيك المناطق خلاص ولاقي وظيفه هناك والله طاعتها طال عمرك على الدنيا دي كلها اي والله يا ولدي والله انك اضطيت 7 سنين وشوف ايش بقى انت تبشر انت ربحي في الحياه وراس مال وانا وهديك وكل شيء أنت ربحي في الحياة رأس مالي كم هات البيت وأنت يا بعد لا أجيب لك بيت طيب يا أخي علموني البنغالية ذي مارين ليلة مارين لورم مارين ليرم ملو أهلا ما تخلين في البنغالية أهلا ميلة لارم أو مارين لين أهلا ميلة أمر وارين لورين لين مارين لين وشوي أهلا ميلة لنقور ميت صلى الله عليه وسلم شفتها وش هي ناس طاقية في قصيد مثل أنا سمعنا يلا يعني مثلا يوم قلت دقيقة انتظروا شاعر المليون الموسم السنة الجاية الله قبل حور وشاء الله جلسة تخيل شكلك لا الموسم ده لا اللي عقبه اسمع جلسة تخيل شكلك انا ما اقدر انافسك والله كذاب قوية ودي اصدق اسلم فاتت اي اي فات التسجيل شوف الوصف احسن انا تبياف صغيرة بعد قدرت اسمع قويه قدرت اجسد معاناتي في وفاه جدي الله يرحمه جده عسكر ولا سعيد لا سعيد 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 احنا ترى انتوه بين جدانا لان كلهم قامات انا اسميه الفرست كلاس هو يلا تفضل سعيد ادخل معي للذكر يلا بس اكسر لي نمط ابحر في طيب. بحر ابغى تكسر لي ايش جسور نمطيه تحاواني ظروفي حزت عصير وظروف كت 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 تحاواني ظروفي تحواني ظروفي تحواني تحواني يقصد دقيقة يقصد لا يأخذ جمرة عبد الحبيبي هذه اسم الحلاوة شكلتها هذه جمرة امسك يا ظهور أعطني جمرة حطها في أنفه يلا يلا إيش هذا تحاوتني ظروفي خلي يدخل يدخل في التكين تعال الله 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 يا الأصفراني يا الأصفراني يو يا الأصفراني يا الأصفراني اجلس هنيا اجلس هنيا واحكم عليا واحكم عليا اعدام يا الأصفراني يا الأصفراني يا الأصفراني اقعد هنيا اجلس هنيا واحكم عليا يلا 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 احكم عليها روح تجسد الموقف عيش انا عايش الحين تحواني ظروفي حزت عصير ومسيري طال تحواني ظروفي كيف طيب شو خصوصية اللهجة هذه لهجة خلص لهجة الساعة 8 ذكرك يا عيال تحواني لا بس 9 6:09 دقائق تحواني ظروفي حزت لا كرك يا شباب الرجل عنده استرسال في المطبخ نعم في المطبخ يلا استمع يا ظروفي جيب الكرك هنا اي ام سوري اي اي يلا خلاص تحواني ظروفي حزت عصير ومسيري طال الله ولا لي من مسيري مصلحه لا شان تحوالي احوالي وقلت ارقى على رجم يبين خاف يا الاحوال وليت اني قعدت ولا رقيت الرجم بالحالي شفت الدير هضنها النحيب وسيلها ما سال على لا ما هو سيل الحزن فوق الخد سيالي الله. واشوف ان التجمع زاد على العاده نساوي رجال واشوف البيت ذاك اللي تهاوى سقفه العالي وريح الشاذليه ما نشا في جوها الهمال ولا صوت الحزين اللي تعدى صوت موالي عرفت ان السراج اللي بدونه مالنا خيال طفى ما عاد له ذكر وطفى الاول مع التالي ولا منه رحل مني عزيز كان راس المال تجرعت الخساره وانكسرت
ويا بري حالي تهادينا ثميدي والوفاء في وقت قل المال وعلمنا الزمن مر الفراق وفقدت الوالي رحلت وكل من حولك بكى والحزن بما زال ودفيناك بالتربه ولنك عندنا غالي. سلام سلام. اسمع اسمع بالله لحظه لحظه بالله لحظه لحظه لسانك ابو حور صح لسانك لكن احنا جذبنا شيء ثاني. انا احب اول شيء اشكرك على هذا النص الرثائي اللي فيه من العمق والحزن والفقد. لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب. ريحه اسمع بنفسج ايه قل قل شو اسمه طق ايش تو طق لا 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 طق طق قويه طق طق قويه يا اخوي ترى خباز ما بنا الا والله ما بنا الا يا اخوي يا اخوي الا موجود هنا سلام كيف الخباز يا حمد عظيم كيف انت خباز اول العربي يا اخي لا لا قوه مثل شوي يا شباب ماي لا تفلسف طق قوي ومثل ما قبل شوي خلينا نسولف والله بالله بالله طق والله تطق يا جبن والله تطق لا اضرب في فنك خلاص لا اله الا الله سمعتوا قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن خشب مرحبا فضل الله طيب تدري تدري ان عندي المنطقه هذه انها فاضيه جبيدك 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 والله فاضيه ما عليها الا جلد دقيقه هذا ايش هذا قوص القوص ما شاء الله هذه احجار ولا شوف شوف ما شاء الله ورني ورني شوف شفت كيف شفت كيف الذكاء ادب بس يقول هنا المنطقه هذه فاضيه محتاج ايش عمق محتاج احد يسكنها سلام يوم يا خطير كبير منطقه اجلس الله عليك طلع راسك في راسي اسمع الجسم اللي يجي عظامه مكشوفه ترى معرض لاي كدمه معنيه طيب عطى واحد من الشباب عنده عظام مكشوفه كلكم عندنا عظام تحت اللحم تحت الجلد انا عندي عندي مشكله عندي الركب مكشوفه اي والله ورا شوف شوف لا 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 امسك امسك كذا لا لا امسك خلنا من الهدره ها مكشوف لا بالعكس طيب مكشوف مكشوف اقول شوف شوف هنا هنا زي زي الامان زر الامان عظم ها اقول مكشوف مكشوف كشفوا وجهك لا يبغى له ايش المكشوف العظم ايه شوف اني امزح لا 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 اني امزح هنا 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 كلها كلها مكشوفه طيب يا ولد انت جلد عظم بس والله العظيم بس والله شوف هنا ما شاء الله كنا احجار اسمع اسمع متى شوف اسمع 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 فين عارض اسمع 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 يا شباب اسمع اسمع هذا عمرك ما شاء الله ما شاء الله لا يا حبيبي هذا عنده عظم بس لا هذا ومحسن بس 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 الباب الالمنيوم اسمع اسمع طق هيدي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما ادري هي الربع الفن الفن عدل الفن يمد قول يلا نغير وجهك انا انا وجهك ابيض اذن له عرج صوت له صوت له يا ولد ابو محمد جابها صح واليوم الله يبيض والله نعناع جديد شلو نزل ما ابو شيء حار ذا والله ما احنا بنودع ذا اليوم واحد ثقيل 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 افا اي والله ما اضبط انا صح اليوم برايم يا جماعه راح الحبيب را لا لا شيلها شيلها من فوق شيلها اي شغل يا اخي من هنا يجي علينا النار مالك هم ما دخل النار احنا النار احنا اقول تصرف صرف من شبابها اقدح ارحم يا مسلم اقدح اقدح اسلم انا اشهد اني فاقد اللي في قيده من هو والله فاقد اللي في قيده تعال هنا انت ابو ذي لا والله لا بس يقولون دخلت مع المزيد عايش الريلتي برا الحين متى بيجون قبل ابراهيم اكيد من الفقيده هسه خلق ابو فقيده من قد عمرك والله بس من فقيده يا طلعت الفلس يا طلعت الفلس من الفقيده جدي الله يرحمه يعني كان قاموس الله يرحمه انا والله تمنيت اني اخذت من خلايا بسيطه ترى ترى والله ما قال انا فاقد الفقيده ما كان يقصد جده والله بس قلب هذا الحين دايركت على يا اخي ايش تصريفه جميله يعجبني ابو وجه خير انه فاهم الامور ها اني لا لا اني امزح اني عطنا احدى قصص جدك التاريخيه جدي الله يرحمه موسوعة تجربته وش يلا يلا مرسي يا اخوان عاثني انا نعيت ابو حور انا ابو حور اليوم ودي واللعب اليوم حطه هنا هنا يا اخوي شيلني وحطني هنا ادحشني بعد ادحش الله يسعدك يا بلال والله ماني باندم اذا طلعت برايم الليله الا على حاجه واحده
اني دايم يعني اشب عليك دايما والله العظيم يعني كنت يعني فعال يا ولد رحمه الله عليك. الله انك والله غنيك فله يا ولد يا ولد راسك مكور دارك مدلله راسك ايه ايه يا ولد قوم الصلاه قوم الصلاه يا عيال. الان ابشركم بدا ينافس محسن عشان في النوم سمعتي على كيف صار يفك الرجلين طلع كلبسات كلبسات يا جماعه يا بحور انا بوجه رساله يا بحور يا بحور انا بوجه رساله للربع يعني محسن كنت اكلمه والحين بلال دخل في القائمه يا جماعه النوم يا الربع النوم مع الدقه ذي بيجيب الكلام الزين النوم لاحقين عليه يا جماعه يا محسن لا اعطيني الغاز اللي وراك اعطيني الغاز انا اعطيني الغاز بسرعه وانا انصح في جبهته وانا انصح فيك يا محسن يا ابو ويا بلال انت اخر واحد انت عمرك دقيقه انت عمرك كليت جمر بعد صلاه المغرب يوم السبت يتكلم عن النوم انت هو ابو تركي ابو تركي وش فيك يا قلبي انا حد ابدا عادي ابو تركي ما قلستي ابو تركي ما قلستي اتوقع ان محمد بخير معه بعد الجمر بعد صلاه المغرب يوم السبت لا ما قد اقول يوم قبل البرايم قبل البرايم مو بيدخل البرايم مو بيطلع برا القريب هذه مشكله لا والله بالهلا اللي بده يطلع اليوم شوف 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 محمد بخير ينام من الصباح الى المغرب المغرب يطلع البث ويمارس الريالتي يجلس للعشاء طلعت بعد لا 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 ضيق صدري لا ضيق صدري صدقني خرب سوني سوني على الشباب لا يبكوا بعدين مرحب جماعه بعدين يقولون لها امك جات ويروح حاط رجله ينزل عندك سريده عندنا الهاشميه قلت سهل مره كلها الهاشميه توكل وبعدين هي الهاشميه حقته ما هي اعطنا الهاشميه عضلات كلها اعطنا البكاء الداخلي يحتاجه الان بس والله ما عندي حبيته لا ودنا تقلدنا بكاء الانتخاب خوينا طيب كيف كيف سمعتها متشكل ابو حور ابو حور تكفى تخيل اني ابكي انا كيف والله ما يمدي يا عمد تخيل يا تخيل ضحكتي حتى بشم في ناس قلوبها رهيفه زي علي لا لا زي 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 خوينا يا ابو حور زي خوينا شلون يبكي والله الذي لا اله الا الله ان ما بهدد ما بلا ما دليل هذا شغل ديت سندوري واحد قابلته انا محسن 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 لازم محسن لازم نشوف لنا حل انا وياك شوف لنا لازم والله لازم نشارك وني معك شو نسوي طيب راح بتفهم يا اخوي ما ادري حنقي ما نبكي لكن الهاشميه حقتنا نصدبها نشحبها والله نشحبها احنا ايش كان بشع احنا نبكي لا يقلب الواحد منكم يقول مخلوق فضايع يعني في ناس ذبكها قال كيف لا والله لا لا شوف شوف انما ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع انا لو شافونا احنا نبكي يوم السبت واحد من الربع طالع اتوقع انهم بيرجعونا بيقولون انطرطوا برا اشكالكم غلط انا اقول لك حاجه انا والله اني احزن ونبكي وكل شيء لكن ايش جدا شوف واحد ما وقع مبادرات عشان ما اخلاف يا طيب عشان ما اخلاف النفذاك يو ابدا ما عندك يا محسن وش العلم نفذاك طبعا بمشاركه الهواء بكتب شاطر ناقص تكمل يلا تحدي تحدي بيلحقك الدور ترى يا ابو حور بيلحقكم الدور بس غير خلني اجرق اجيب أطول. طيب اخواننا اللي مهم شعراء لهم شغله ثانيه ذكرت من الابتدائي خلينا نبي ندرج الشباب وبعدين شيء شيء ما تدرون عنه ترى عندكم شاعرين اثنين ما تعرفونهم اوه اتحداكم منهم صار مقابلين بعض سلطان هي الخابره من مبطي بحصه سلطان سلطان وبحصه طيب اوكي بتختبرنا احنا بنختبرك صح طيب بجيك يا عبد الله على منك يلا بزرق وجهك لا لا نعم انا الان دخل شطر ابو سعد عندك عندك لا لا انا المدير لا بختبرك يا اخوي لا البيت بختبرك انا بكتب لك شطر وانت تطرب يا اخوي ثوب خلاص لا لا ثلاث ايام ثلاث ايام يا ولد اهدى 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 مرزوق ثوب كفو عز الله انها شاريه بغلا يا ولد كل يوم يا ولد كيف الثوب كيف الثوب ها ثوب رجال ما اعطيته ثوب كيف ما اعطيته ثوب خلى على قبر الشاي الله يرحم والديه انا حقتك يا يروح صار على المبادره راحت المبادره هو ابو حور خلي يحصل المبادره ها فردان ولك حاجة انا تعال ابو انا عناس اجيب لك يا ابو احمد دز هو ربع ضربه اي والله قصص قصص تعال اشرد انه واحد من ذا طول تعال ما يسولف غير
في وجهك والله وجهي طويل يا ابو سعد. انتهت انتهت ها عندك وجه الرجال. كان وجه الرجال تفكر رجال. كان وجه الرجال تفكر رجال. يا عبد الله بن جليغم كان وجه الرجال تفكر رجال. بيض الله وجهك. ان شاء الله انا هنا وتسوي لنا الريق. اللي يبغى يتطيب يا رجال يدخل هنا شوي. الموني بلولي شميت ريحة برود قبل شوي. برد انت مليان مليان برود برود. ها جه رجال كانوا جه رجال ها شلون جه جه رجال كانوا جه رجال. ما تكفى صدت عليه شيء. حسوني لا من تعال من تعال يا ربي احسب له محمد بن خير دقيقة. لا قال لا 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 الا بيعطيك اياه تكتبه هذا الحين. اول شيء اول شيء اول اول شيء بحسن ما هو في في مرحله انه يختار والله على محسن. لا لا كلام قوي يا محسن. ويش رفداك محسن ما هو في مرحله انه يختبر شعريا. لا لا ما هو هذه ترى لها اتجاهين اختبار. لا تحط له لا تحط له وقت ما لا تحط له وقت. يلا تجارب في تجارب مبادره ابو سعد ويبشر به تجارب. يلا يا كريم يا رجل حد منكم تطقق تركبه؟ انا والله الله يركب بينها كل ما هناك يطق رطبه. انا كل عظامه هو ويلي يا اخو عنقه والله انا وصل وين مدير الطق. اسمع ترى نبي لنا سالفه الكفو. انت الكفو خلنا سالفه الكفو. والله انك انت الكفو. اعطنا سالفه الجهه. اطلع من الرجال خلوه خلوا الكفو اطلع من الرجال كمل البيت. هو الحين بيجيب البيت ولا جايبه اول ولا في صدق؟ الحين مفكر قبل. يعني انت بتجيب شاطر وهو يجيب الشاطر الثاني ها؟ عليك السلام ورحمه الله. صح؟ خذ راحتك. لا لا. اجل ماذا تفعل؟ ايش؟ يلا يا محسن. وش يقول؟ امي وطن في حضنها كل. امي وطن ولا اي وطن؟ هذا الشاطر مو كامل. مو بكامل. اي لا بيكمل باقي كلمه. الحين ما فهمت اكملها بمفرده ولا اكملها بشاطر ثاني؟ كملها بكلمه وبعدين تفهم. نعمه. كل راحه نعمه. نعمه. الشطر الثاني لحظة لحظة ناكل بلال البولة. نعمة. عطنا البيت. هاي عيوني اقرطه اقرطه. عشت جعل الأوادم كل أبوهم فداها. يا سلام يا سلام يا لا لا وادم الكمل خلاص قل كمل. هنالك ملقاط اين هو؟ انه هو حقوق الطبع محفوظه محفوظه. لحظه لحظه شوف 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 اعطنا الملقاط. يا ولد انت كل شيء حاطه عندك ايش سالفتك؟ ها شوف شوف استلمت العزبه بعد ما مشيت يا ابو عاش والله ذيبان. هاي رجق ابو سعد. محسن محسن مو حسين مو حسين. طيب جابها. اي جابها صح ما شاء الله عليه. اكمل بيت كامل. بيت كامل امي وطن في حضنها كل نعمه جعل الاوادم كل ابوهم فداها. حبيبي لحظه هديتنا هديتنا هويلي يا رفيع هويلي. اثنين نهضر ما يحتاج رتويت. شو امي رفع وامه رفع يمارسون الرياليتي انت عارف. تدري تدري امس امس لا لا تشابه حروب تدري كل يوم تشابه اجواء كل يوم امي وامه يمارسون الرياليتي اكيد تشابه اسماء. لا غريب اقصد. ليه غريب ليه؟ لا غريبة ما غريبة الا يا سلطان والله عليك طلعة يا سلطان مدري. والله سلطان جد انا ما تغربها على محمد بن جكير وهو قد بنى مجده قبل ما بنى بيته. يا سلام الله عيد 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 خلاص اسف اسف. انا قايل لابو جخير لك في رقبتي انا كان ذيك الايام ما اقدر اكتب الا الاجواء العامه ولكن وعدته اسلم في قصيدة تظهرني من شرهات بيته وتظهرني من شرهته هو. والله يا دخوله دخولك يا 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 خطوتك الاولى بارود. داخل البيت انها فخر. اقول شوف البارود شوف البارود. انا جيب لي جيب لي جيب لي جيب لي محسن الله يطول عمرك ناموس. جيب لي عوده تخيل من وراك واحرق لي بوها الان. الان احرقوني بعوده تخيل. الله يتخلها.